النهارده بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا دكاتره يعني اخر محاضره لينا ان شاء الله في بالنسبه للقاءات المحاضره الشرح الكوريكولوم بتاعنا، وان شاء الله هنكمل مع بعض كده كده يعني معاك ان شاء الله على التليجرام لو في اي حاجه. طيب احنا النهارده عندنا موضوع مهم جدا، انفكشوس ديزيز سيرولوجيك دايجنوزيس، والموضوع ده اسئلته ممكن تيجي بشكل مباشر، لكن الاكثر ان هي دي احنا عندنا تيست، مجموعه من التيست، وبتيجي على هيئه طبعا مطلوب من حضراتكم الاناليسز والانتربريتيشن بتاع التيست. فعلشان كده احنا محتاجين نفهم التيست كويس ونفهم البرنسبل بتاعه، وبعد كده موضوع ان احنا نتدرب بقى على من خلال حل الاسئله على الانتربريتيشن، ممكن ايه الحالات اللي يسال فيها او كده. فالكلام ده ان شاء الله كله هنعرف، لكن بشكل عام كجنرال رولز دي مهمه، ممكن تحل لنا اشكاليات كتير في اسئله كتيره، حتى لو السؤال نفسه اول مره اشوفه او ما عداش عليا قبل كده. انا بشكل عام كلمه سيرولوجيكال دايجنوزيس، احنا قلنا سيرولوجي او سيرولوجيكال دايجنوزيس قائم على مبدا الانجن انتي بودي رياكشنز، فانا بستغل قصه ان الانجن بيدخل اميون ريسبونس يطلع له سبيسيفيك انتي بودي، وبالتالي انا بستخدمها اكتر حاجه او الصح استخدامها في الاورجانيزمز، ايذر انها تكون الانفكشن كوز باي اورجانيزم ما اقدرش اعمله كلتشر، او الكلتشر بتاعته ديفيكالت وتاخد وقت طويل، زي اشهرهم طبعا الفيروسز. فاحنا نلاقي معظم دايجنوز بتاع الفيروس عندنا سيرولوجي، مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل فيروس كلتشر في معمل عادي. في عندنا بكتيريا بتبقى برضه الكالتشر بتاعها صعب، زي سبايروكيت، زي البوريليا، زي في شويه بكتيريا كده مش اللي هي بقى البكتيريا اللي احنا عارفينها الايكولاي وكده، ويا دوب ازرعها على الطبق تطلع لي تاني يوم، لا. فالاورجانيزمز دي هي اللي بيبقى مينلي بركز على السيرولوجيكال دايجنوزيس فيها، قائم على مبدا زي ما قلنا كده انا بعمل ديتكشن للسيرم انتي بوديز عشان اعمل ايفالويشن الجسم اتعرض ولا لا. طبعا كون ان يبقى فيه سيرم انتي بوديز فخلاص يبقى الجسم شاف الاورجانيزم في يوم من الايام وعمل رياكشن وحصل استيميشن الاميون ريسبونس وبدا يطلع مجموعه انتي بوديز، اقدر من خلالها اعرف الاكسبوجر، اقدر اعرف طب الاميون ستيتس بتاعه ايه، طب هو لو في انفكشن يبقى الانفكشن دي يا ترى هي كارنت انفكشن ان جوينج، هو دلوقتي في اكتيف ولا ده كان في يوم من الايام زمان وخف وعدى الحمد لله. وبالتالي يهمني برضو اساس عندي ابقى عارف ان انا كانجوينج انفكشن حاجه من اتنين. احنا لو بصينا مع بعض كده دكاتره نفتكر الاميون ريسبونس لما بيحصل انفكشن او لما بيدخل انجن، فبيطلع الاي جي ام، بيظهر الاي جي ام وبعدين يبتدي ينزل، وفي نزلته يبتدي مين اللي بيطلع الاي جي جي ويكمل خلاص. بعد ما خلصت الاكيوت انفكشن خلاص الاي جي جي بينزل بس بيفضل في منه جزء مكمل تمام، وحتى في سكندري اميون ريسبونس يطلع الاي جي ام وينزل ويستلم منه الاي جي جي ويطلع. الفرق زي ما نفتكر كده مع بعض ان السكندري اميون ريسبونس كانت الريسبونس اسرع وكان شايفين البيك هنا اعلى، والافينيتي بتاعت الانتي بوديز يعني قوه الانتر اكشن ما بينها وما بين الانتيجين بيبقى اعلى بحيث انها بتلقط الانتيجين بشكل اسرع. لكن احنا عندنا قضيه ان الاي جي ام يطلع ويعمل بيك وبعدين ينزل، في نزلته الاي جي جي هو اللي بيستلم منه ويطلع. ده يخليني كده في دماغي انا عشان اشخص اونجوينج او كارنت انفكشن، عشان اقول ان البيشن ده دلوقتي اهو عنده ديزيز والراجل ده مريض، حاجه من اتنين، يا اما اعمل ديتكشن لاي جي ام هاي تتر من اي جي ام، يا اما اللي احنا قلناه قبل كده حاجه اسمها رايزنج تتر اوف اي جي جي، يعني ممكن اي جي جي اشخص بيه كرنت انفكشن بشرط انا هاخد سامبل النهارده وهاخد واشوف التتر وهرجع اخد كمان سامبل بعد 10 ايام او اسبوعين. لو الثانيه التتر الثاني لقيته 4 تايمز او اكتر هاير ذان الاول تمام، يبقى ده معناه ان في ongoing infection. يبقى انا في انه مرحله؟ يبقى انا في المرحله دي اهو الاي جي جي عمال بيعلى، انا ممكن اجي في النقطه دي واقيس الاي جي ام ماشي خلاص. لو اعتمدت على الاي جي جي انا هقيسه هنا النهارده وبعدين هرجع اقيسه كمان 10 ايام او اسبوعين والاقي انه زاد بنسبه 4 اضعاف او اكتر، لا يبقى هعرف كده ان هو في ongoing infection عمال يكون يكون يكون.
بينما لو شفته مثلا كده دكاتره بعد كده لما الانفكشن بتهدى اهو الاي جي جي ما بيعملش رايزنج تتر.